اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الدكتور طه، في البدايه البعض يتوقع ان هذه النسخه من الدوري المصري الممتاز ستكون الاقوى عن النسخه الماضيه، خاصه تدعيمات من كثير من الانديه، منها نعم. البنك الاهلي ومنها سيراميكا كليوباترا ومنها بيراميدز، غير الاهلي والزمالك طبعا. نعم، لا تدعيمات وبعدين بشكل مبالغ فيه، يعني اسوان 27 لعيب، نعم، وبعدين ام بي برضو عدد كبير جدا من اللعيبه، وكل الانديه واخده فيما عدا الانديه اللي فوق يمكن اقل فرق واخده، يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز اقل فرق واخده، نعم، لكن والمقاولين نفس الشيء، انما الفرق الثانيه واخده ارقام كبيره جدا، وده بيفكرك بيدلك على انه مفيش مشروع في هذه الانديه. يعني اسوان المفروض يبقى في مشروع، عندي المشروع ده معناه ان انا من سنه لسنه يبقى في تعديلات او استخدامات في حدود مش كبيره، انا ابقى مقتنع بان المجموعه اللي ادت بشكل كويس، بس عندي نواقص لعيب في كل خط لعيب وهكذا. نعم. انما ان اجيب 27 لعيب يعني معناه ان انا همشي الفرق اللي فاتت كلها. ما اللعيبه اللي راحت منها اعاره ومنها بيع. ما هي الاعاره دي برضو نفس الشيء، يعني الاعاره جايه ما ده برضو من انك انت صحيح. مش متبني مشروع لفريقك. فدي طبعا بتبين ان الاستخدامات الكبيره ديت بشكل كبير ومبالغ فيه. طبعا دي بتخليك ما تقدرش ترتكن الى مستويات الفرق في هذا الموسم ازاي هتكون، يعني بعض الفرق اللي هي عامله استخدامات كبيره. نعم. وبعدين اي مدرب هيشتغل وهو عم يستخدم 27 لعيب جداد غير اللي كان عنده لعيبه من الاساس، طب هيعمل فيهم ازاي دول؟ يعني كانش هل عنده وقت كان ان يقدر يفرزهم ويشوف مين الاصلح ومين الاول ومين ال 15 20 واحد الاولانيين واللي بعدهم وهكذا؟ نعم. فانا شايف ان عمليه مبالغه فيها، لكن على المستوى الاعلى فوق بالنسبه للفرق الاولانيه انا اعتقد هتبقى منافسه كبيره جدا بين الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين العرب نادي الاتحاد، دي الفرق دي كلها هيبقى عندها منافسه كبيره جدا على المراكز الاولى، وهناك في فرق بتلعب في مراكز الوسط، هتلاقي مثلا فريق زي المقصه، فريق زي الانتاج الحربي، زي في الوسط. هل الاسماعيلي هيقدر ان هو يعدل نفسه وينتقل الى صحيح. المستوى الاعلى مع الفرق اللي هتنافس في بتاع المصري نفس الشيء؟ نعم. دي كلها هتبان طبعا من خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله.